أعطني أوشيش مترشح الشاب أوشيش أوشيش الطالب الجامعي. أعبس أعبس أجمع أنتم على بالكم هنا على بنا ولا نتبعوا أنتم تبعوا هذا الفكرة تاع مترشح ويجي مراه الشباب فكرة تاع أوشيش هي فكرة من الخارج كاينة عند أوباما عند بزاف مترشحين على برا في أوروبا جابها الفكرة هذه أوشيش دايرين به الشباب مملور هنا لاحظوا بلي الشباب راه قاعد خليه يكمل مسحق يطور القدرات نتاعو المعرفية الطالب الجامعي صح أحبس أحبس هذا السي يوسف أوشيش اللي نحيوه مترشح تاع لاباباس كاين واحد رئيس حزب ما كانش يدير هذا الشيء ما كان حتى واحد يراقب أوشيش باش واحد ما يعيب مصطفى ياحي أمين عام الأيرندي دار هذه الفكرة أعطيني أحبس أحبس تبعوا مليح مصطفى ياحي كي دار الفكرة هذه هذه في الدار الثقافة زعموم علي زعموم في البويرة الجماعة كانوا موراه بصح ما مش قاعدين والخطاب هذا فيه ساعة وشي ساعة وشي الجماعة اللي مر مصطفى ياحي استغلوا وش يصرى لهم مكانها وتربطها ما تموت اللي قلت راح نقول لكم جيناكم باه نقنعوكم هم يعياو ينقصوا بالواحد ولد الشعب بعد عامين وثلاثة عامين ثلاث سنين ربع سنين ربي يعلم نعودوا ناكلوا القمح من عندنا دوك يعياو يبداو يروحوا هم بداو ينقصوا هم بداو ينقصوا دوك يقعدوا غير زوج برك ما كنت الثوار سميرة زوايانا هم بداو ينقصوا والإسلام أحبس 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 هنا فقط النبو السياحي ماذا بيك الخطرة الجاية دير لهم كراسة باش إلا طولتوا ما يعياوش أعطيني الفيديو من زاوية أخرى ها شوف 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 ذوك يعياو ذوك يعياو يروحوا ذوك يعياو ها ها هم راحوا هم راحوا ها 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 راحوا 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 ها 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 أحبس أحبس علاه لأنه الخطاب طول ساعة وشي ما ماذا بينا جماعة ليرانديك ديروا ترجمة واحد أخر حبيتوا ديروا كما أوشيش ديروا كراسة باش إلا طولتوا ما يعياوش تحية للسي مصطفى يحيى